لا 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 واحد ما توحد ما تنازل ساعة ديال الطريق وحنا جايين بقي غا يسمع لينا ما عرفش علاش والله ما عرفش علاش والله انتو شحال مغاربة ولا ماشي مغاربة حرام اش خرجوا عاد جيبوا فينا خرجوا عاد جيبوا فينا راه شدوا لينا على على دوانا شدوا لينا على على عدد المدرسية شدوا لينا على على حوايجنا على مانتنا على على كل شيء على على اوراقنا على كل شيء على هادشي بقينا جوينا احنا لا حنا هادشي والله قالوا غير ندوة ياك صافي ياكلوا هما حنا بغينا ياكلوا السم ان شاء الله رب العالمين انا بغينا ندوة لا والو بغينا اولادنا هما والله ما يمشيو يمشي من راسه ما عندوش باش غيمشي جا العون القضائي سدينا على كل شيء سدينا على كل شيء على حوايج على دواء على كل شيء ما بغاو ما بغاولاش حنا حنا عواد عواد المغرب عواد المغرب تعطيه صوره زوينه الصوره الحقيقيه ديال المغرب هذه هي صورة حقيقية المغرب طبيعة الحال سيدنا الله ينصرو سيدنا الله ينصرو بلاتي سيدنا الله ينصرو سيدنا بلاتي سيدنا الله ينصرو خدام كيدعم السكن سيدنا الله ينصرو كيدعم السكن وهذا خرجونا حنا من السكن ديالنا وماشي سكن من سكن عشوائي من دوار حنا خرجونا من دوار كفر على كلمة دوار ما ساكنينش أصلا خرجوا قال الناس خرجوا قال لك الناس باغي باغي العقار ديالهم وحده باغي العقار عطاها العقار ديالها وحده ولا مع ثلاثه هما و70 ديال المواطنين كنا هو حق 70 المواطنين يموتوا 70 المواطنين يموتوا ها هما هادو وخو الشيوخ الشيوخ ما قدرناش نجيبوهم ما قدروش الشيوخ والشيوخ والنساء الكبار بالدواء ديالهم مسدود عليهم راه ما قدرنا نجيبوهم خلينا خلينا في المحل 40 سنه يلاه شافوكم دابا راه 50 اكثر من 50 سنه 50 عام فين كانوا شوف 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 باش نكونوا واضحين باش نكونوا واضحين ملي دار فينا العقار دار العقار من هنا العقار من هنا والعقار موجه ذات الارض كامله اش ولاو كيديروا داروا بها لوبيات العقار وخذوا من عند الارض بالزباله الفلوس ولوبيات العقار رضخوا رضخوا على الاوامر ديالها هي قالوا لها شوفي ربما ربما كاين بعض الناس ديال العقار اللي قالت احنا خلينا احنا غادي نتكلفوا بهم ولكن هي داك الشر اللي في لقاها الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم عطاها الشيطان داك الشر اللي في قلبها قالت هي تخرجوا بلا حتى حاجه بغيت نشوفوكم نشوفكم زارين حوايجكم الشارع والامنيه ديالها لبات لبالها المخزن بلا خندوي لبالها المخزن هادشي القضاء عطاها داكشي اللي بغات برافو عليكم استلقان الناس ديال القضاء نصفتوها هي وخذلتوا 70 ديال المواطنين دعيناكم الله ياخذ لكم الحق الى يوم الدين هاد الدري الصغير شي هاد الدري الصغير هاد الدري الصغير هادو والله ما غيسامحوكم غيدعيو عليكم الى يوم الدين الا قلت لكم كما قلت في فيديو سابق الا اعدتوا النظر في هذا الملف لان هاد الناس هادو راه باتوا البارح باتوا في القياطن البارح باتوا في القياطن وهددوا 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 بان محيز القياطن تما اخويا عادي راه سخفت باش خلاص تولع 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 حنا كنطالبوا من هاد الناس عادي لا شوف خويا عادي الدراري الصغار حيدهم حنا كنطالبوا من هاد الناس يعطينا الحق ديالنا اللي هو حق السكن كاي مغربي كيطالب غير بالسكن وبالصحه وبالتعليم وتصور معايا حتى ولدي غادي يدخل الدار بغا يسدوا ليه على الشكاره ديالو ما غاديش يخليه يقرا يعني خلاصه تبقى ولا الدري غادي يضيع واش كطالبوا تشوفوا كطالبوا بالتعويض ديالنا هاد الناس ما بغا يعطيونا لا تعويض لا والو بغا يخرجونا بدون تعويض سدوا لينا على الشكاير ديال الولاد تصور معايا طفل صغير راضي يلا عنده 6 اشهر سدي ليه على الدواء ديالو ملي كنجي نبغي ندخل نجبد الدواء ديالو كيقول لك لا لا فرقعت هذاك فرقعت شي الحبس وحنا كمغاربه اخويا كنطالبوا بالحق ديالنا يعني
كما كيقول سيدنا الله ينصرو اي مغربي عنده الحق ديالو في الدوله حتى حنا كنطالبوا غير الحق ديالنا، ما باغينش شي حاجه اللي هي كثيره. كنتوا جينا عند ناس مسؤولين منهم سيد العامل، حنا قدام عامل اقليم ديونه قال لك خاصك تدفع طلب باش يمكن لك تشوف العامل، وحنا ديجا دافعين الطلب ديالنا وما كاينش يستقبلنا نهائيا. كل شيء اي واحد لا رئيس جماعه لا عامل عمل اقليم مديونه لا رئيس دائره، جميع الناس مسؤولين عارفين بهذا الافراغ ركيد، ومني كتعيط شي واحد كيقول لك لا انا ما بخباريش هذا الشيء. راه ما يمكنش غتخرج 10 اسر غتخرجهم تشردهم في الشارع وتقول لي لا انا راه ما بخباريش هذا الشيء. صابوا باش يجيبوا لي الدواء 10 العائله. النهار اللي كتكون الانتخابات اي واحد كيدور عندنا لا خاصك تقف معايا، انا تحتاج شي حاجه غنكون معاك انا الاول، ما تلقينا حتى شي واحد. هاد الناس كلها متضرره وحنا كنطالبوا، حنا 10 العائلات فين غنمشيو؟ داروا شابيط الناس ساكنين فيه، قال لك لا هذاك خاصك تحيد داك الشابيط. كيطون قول لك تصور معايا دري صغير عنده 6 شهور غتبيتي في الشارع، غدير انت راسك بلاصه يا الدري الصغير غتخرجو وجاي الشتا والبرد ومريض مريض من بغا ينفد العون. اه اللي باغي نهضموا كاس العالم كاس افريقيا 2025 اه اللي باغي نهضم كاس افريقيا وكاس العالم درني عندو شهرين بيت بقيطون هذا عار الحشومه جهزوا المنطقه وقال لك القايد حيد القيطون خرجنا من السكن وحيدنا من القيطون هذا عار وعيب عار وعيب. واما العون عون اللي كيقول لك حيد ضرب مرا شيبانيه دابا برجلو قال لك خرجي ما عندكش الحق باش تبقاي في السكن ديالك اللي هي 50 عام وهي ساكنه في ذاك الارض وما كتستاهل حتى حاجه وراه عيب وعار. فين هو حقها؟ فين هو القانون؟ فين هي الصحه؟ الدواء ديالها سدوا عليه، الدواء ديالها سدوا عليه وعيب وعار. ودابا كنتاجئوا العماله كيقول لك غاوتي تسعياي وسيري لدارك. اش من حق؟ اش من حق؟ اش من حق امشي؟ انا جاي كنطالب بحقي العماله عماله اقليم مديونه كنطالب بحقي كيجريو عليا. عيب وعار عيب وعار. اش هاد الشيء نديرو؟ فين غنمشيو؟ وليداتنا سادين عليهم علاش كايرهم؟ بغينا نقريهم قال لك اساسي دردهم المدير ديال التعليم قال لك رجعوا اش غيقراو؟ ما عندهم حتى المحافظ لا حتى شي حاجه. عيب وعار عيب وعار. حنا كنطالبوا بحقنا وطالبوا بالسكن ديالنا، هذا الشيء اللي مطلوب منا. حنايا ما طالبين حتى شي حاجه غير السكنه فين سكنوا وليداتنا باش نقريوهم. جزاكم الله خير. اش كطالبوا؟ كنطالبوا بالسكن اخويا بالسكن. ما كنطالب ما عطانا لا تعويض لا حتى شي حاجه. جا عندنا مقدم ديال الحومه قالنا غتمشيو لجماعه سيدي حجاج باش تقيدوا في لامو. مني مشينا على على نيتنا باش نتقيدوا في لامو، جاو سد علينا قولبنا وسد علينا وضحك علينا باش حنا نفرغوا ديورنا يسدوا بخاطرهم. وداك الشيء اللي داروا سدوا لنا على شكايرنا سدوا لنا على ادويه ديالنا. عيب وعار. حسبي الله ونعم الوكيل.